الحين راح اسوي لكم كولكشن نفس الجنطه تختارون. لا صح، احس راح اطلع ليزر من عيوني صح. عمي هذه كم؟ ليش اربع؟ لا ما يجيب ثلاثه، لا يقول ثلاثه اربعه، قول اخر كلام. اثنين نص اخر شيء. ليش واجد غالي؟ واحد اسبوع كفاله. اسبوع يعني هو بعد الاسبوع اذا اخترب ما له شغل. طقم كامل كم سعره؟ 12 دينار عشان تصوير. الله هم ما راح اخذه. ترى صدق سوق الجمعه لما تجون لازم تدشون مع احد كبير، مثلا امكم اذا متزوجه يبي زوجك معاك عشان هو يكاسر. الحين هذا التقرير راح يكون استكشاف، يعني بشوف معاكم الاشياء اللي الناس تشتريها من سوق اليمعة، الناس تحب سوق اليمعة. لو سمحت، الله، لو سمحت، لو سمحت. طبعا أنا قاعد أنادي مع نفسي، أنا ودي أطلع برا بس أنا ما ودي أخلي هذا المكان، أحسه بالتصوير حلو صح؟ خلي أسوي لكم ستايلينج فيهم. أنا طبعاً أحب الأسود لأن الأسود ملك الألوان. لحظة كذي زين ولا مو زين؟ هذه راح أخذها حق بنتي، شكلها حلو لأن بنتي لما تشوفني ألبس، الله تشوفني ألبس الجنطة يصير فيها ودها تلبس. شوفوا هي تمشي مع وجهي بس عندي أزمة ما راح أصرح فيها، يعني ما راح أقدر أقول هذه الأزمة بس لأنه ما تمشي مع خشمي الصراحة. يعني أقول لكم ما راح أصرح بس راح أصرح. والله عندهم حركة لا من دون ما أشوف وجهي. مصور يبي ياخذ النظارة 2 دينار، قول 2 أنا شيلي، 5 ماكو 5. ها دينارين؟ خلاص دينارين. تبيها؟ أكيد. هذه كاميرا كان سعرها يقولون أن 4000 5000 دينار قبل، هذه أي سنة؟ 2010. الحين كم سعر هذا؟ 130؟ 130 ترى تشتغل. هني المكان اللي تحطونها على الشات. اوكي 70 بوصه كم دينار؟ كم دينار؟ 90 دينار. 90؟ في كفاله ولا ما في كفاله؟ واحد اسبوع كفاله. اسبوع؟ يعني هو بعد الاسبوع اذا اخترب ما له شغل. سوي اعلان حق انت نفرات يجي ياخذ 10 دينار. اوكي اكيد. انتوا تكسرون؟ ايه نكسر بعضي. كم خذيتها؟ كان 3 دنانير. كانت 3 دنانير؟ خذيتها دينار ونص. دينار ونص. دينار ونص؟ والله انك شاطر. ابيك معي بالجوله داخل. تدري انا خذيت نظاره بدينارين؟ هذا ذكريات. انا خريجه لغه روسيه وسافرت روسيا ودرست، فكانوا يعطونا اياها هذه هديه. هذه ماتريوشكا. كذي تنحط ديكور. في بعد هذا متاهه داخل لا نهائي. لحظه هني خلصت الاسره. هذه يعني شوفوا تحطونها كذي. الحين اسوي لكم تنسيق. تو من الناس اللي تلبسون الساعه باليسار ولا اليمين؟ انا اعترف انها هي باليسار بس في ناس اشوفهم يلبسونها باليمين. الله لحظه شيخ. الله عندك مناسبه؟ قاعد يطق بالمايك؟ لا عندك مناسبة؟ عندك شيء؟ تعال عند ايش اسمك؟ ابو عبد الله. طقم كامل كم سعره؟ 12 دينار عشان تصوير. الله عندهم جنات مدارس صح؟ كم هذا سعر؟ ليش 4؟ ترى هذا التقرير راح يكون اسمه ليش وحط الرقم يمه من كثر ما قلت له ليش 5 ليش 4 ليش 3 ونص. هي 2 ونص اخر. استنجلت خلاص 2 ونص اخر. لا 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 انا رحت 2 ونص اخر. اوكي يلا جيب. لا وافق وافق والله ان انت 100 100 وافق. انا مو اقول انت قول لا. عشان الفلوس حاضره فهني المبدا. اذا طلعت الفلوس اللي عندك وقلت لها باخذها بهذا السعر راح يعطيك اياها. اذا ظليت تقول له لا دينارين لا 3 ما راح يعطيك وما راح ينزل بالسعر. لحظه هذه اللعبه اللي صدق كان ودي اجيبها حق بنتي. سلام. شو شلون سجلت الصوت؟ طبعا ما يصير تدشون سوق الجمعه وما ما ما, ما تشربون شيء ما تاكلون شيء. خلصنا خلصنا احنا خلصنا التصوير فراح ناكل. انا اعطيته دينار واعطاني ربع بعد كل هذا. اخذيت ماي وذره. هاي ما يحسب مشان ما يحسب مشان انا. والله شوفوا على الاذان على نيته. هو نيته صافي اعطانا كل هذا ورجع لي ربع دينار.
بس راح ارد حق زوجي عشان الامانه. تفضل. ترى اللي ما ياكل شيء خلاص راحت عليك.